مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من سلسلة نفهم جميع. بعد ما تعرفنا في الحلقة السابقة على فطريات التربة الممرضة للطماطم، اليوم غنكتشفوا معكم الحل اللي كتقدم شركة سنجنتا وكذلك الطريقة الصحيحة لاستعمال ديالو. إذن كيفاش نتحكموا في فطريات التربة الممرضة للطماطم؟ يونيفورم هو الحل الأمثل لمكافحة فطريات التربة لأنه كيحتوي على مادته ميفينوكزام وأزوكسيستروبين اللي كيتميزوا بخصائص جهازية ثلاثية المفعول وقائية علاجية وكذلك استئصالية. علاش خاصني نستعمل منتج يونيفورم؟ لأن الامتصاص السريع لمبيد يونيفورم عن طريق الجذور، وكذلك الجهازية التصاعدية ديالو كيمنع اختراق فطريات التربة للجذور، وكذلك كيضمن حماية وقائية فورية وطويلة المدى. شنو كيميز يونيفورم على باقي المبيدات؟ بفضل المواد الفعالة ديالو المتكاملة كيتميز يونيفورم على باقي المبيدات بالطيف الواسع ديالو، بحيث كيتحكم في كل فطريات التربة الممرضة للنبات وخصوصا بيتيوم، فيتوفتورا، غيزوكتونيا، فيزاريوم أو فيرتيسوليوم. كيفاش نستعملو يونيفورم؟ ندوز يونيفورم 3 أيام من بعد غرس الأشتال بجرعة 1 لتر في الهكتار عن طريق الجذور عبر النظام السقي بالتنقيط. فين ممكن نشريو يونيفورم؟ يونيفورم توفر حصريا عند موزع المواد الفلاحي المعتمد كدير أجري. سيادنا حلقتنا سالت، تابعونا في الحلقات المقبلة باش تفهموا جميع آفات وأمراض جديدة وكذلك الحلول الفعالة والطرق السليمة للاستعمال ديالها، فابقوا على بال.